أنا هلأ بدي أعرف ليش أنا هون وليش أنا هون في محل مثل سجن كله خوف شي بخوف. 난민 신청을 꼭 하셔야 해요. 난민이 인정되면 여권 없어도 여행 증명서를 발급받아서 독일로 갈 수 있고 가족들을 초청할 수도 있습니다. I'm refuse. 방문 예약하셨어요? 할 수 있는 거 있어요? 다 할 수 있어요. That's okay. اللي بعرفه الحصول على كل على اللجوء بكوريا شيء صعب جدا كأنك بتبحث عن إبرة بكم يتقش. أنا اللي عدل هاي واضحة واضحة غيرت هنا تم الأخلاق فيك لأجله. 하림 씨가 시리아로 돌아가면 안 되는 이유가 뭐예요? بتحس أو كنت في مكاني راح تسوي أكثر من نفسي.